فاللي حصل يا فندم، اول يوم حصل ده 6 بالليل، انا وصلت بالليل، قالت لي تاني يوم الصبح في بازار النهارده الحد، في بازار قدام بيتنا، اذا كنت عاوز تشتري اي حاجه فانت ممكن تشتري لغايه الساعه 2 لان المحلات بتقفل الساعه 2 وتخلص. فدخلت يا فندم، رحت على البازار ده، فطلبت من الراجل، المحل كان صغير، فقال لي، بقول له، قال لي انت عاوز ايه؟ قلت له عاوز 5 كيلو برتقال. فقال لي 5 كيلو برتقال. فكتبت البتاع لانه انا مش فاهم، هو مش فاهم لغتي لانه بيتكلم الماني بس. ايوه بس اشمعنى يعني 5 كيلو برتقال؟ لان امي زمان كان تجيب قفص البرتقال، فانا بنقعد نقطع ونربع ونمص في البرتقال ونرميه. الاستهلاك المصري كان كبير قوي. عشان كده هنتعلم من الزياره دي يا فندم، ناخد الاستهلاك نقلله ازاي، واحنا بنطور نفسنا في هذا الاستهلاك بحيث نتعود على اللي احنا نحتاجه او معدتنا تحتاجه بس، ما تبقاش بنرمي. لان المصريين كتير قوي بيرموا زي احداث رمضان كده. الطالب الجديد اللي جاي من مصر وشاري 5 كيلو برتقال وداخل على المعسكر، ما انا عارف، ما انا بقول لحضرتك، الراجل قال لي انت عاوز 5، فكتبت له 5 كيلو، مش 5، خمسة واحدة، خمس وحدات. فقال لي المحل كله ما فيهوش 5، لكن هديك 5 وحدات. وقال لي انت عندكم، ما عندكوش هتلر؟ قلت له لا، عندنا نصر. فدور في الباترينا اللي وراه، طلع لي برطمان. قال لي احنا قلنا قدام ايام الحرب كنا بنحمل بناخد حبايه، انا ومراتي حبايه، وبناخد ازاز بيره في اليوم، مفيش اكل لان ايام الحرب ما كانش فيه اكل، واحنا ما متناش. اما الحرب خلصت فكنا بنجيب بيضه واحده نقسمها نصين، نص ليا ونص مراتي، ومحدش مات. فانت خد 5 برتقالات وكل يوم تاخد برتقاله واحده. فاضطريت عشان مش عارف اتناقش معاه، فخدت فعلا 5 برتقالات، وبصيت على في الارفف بتاعت البقاله، فلقيت ازازه سترونه اللي هي ازازه عصير ليمون كبيره كده، اللي هي لتر ونص دلوقتي اللي احنا بنشوفها دلوقتي. ولقيت عيش طويل كده يا فندم، رحت شاري رغيف 80 سم هو كده ستك، ورحت واخد الثلاث حاجات دي كيس بتاع 5 وحدات. مش مقتنع انك معاك خزينه اكيد. انا بقول لها هيك اهو، ما هو مضطر يا فندم. انا اوريك الهابتس المصريه، العادات المصريه من العادات الاوروبيه. يعني تطلعي من الحته دي، من المحطه دي يا فندم، تطلعي ازاي تبقى انت عندك الاستهلاك شكله ايه. فالمهم خرجت يا فندم ولقيت جنينه قريبه مني جدا، رحت واخد الرغيف ده ومعاه الازاز، رحت فتحها وفي ماسك البرتقانه، حطيتهم في الكيس، رحت مقطع برتقانه واحده. فكان في عيال صغيره، اطفال صغيره بتلعب، وامهاتهم بتاع قعدوا يضحكوا على المنظر. انا مش فاهم اللي هم بيضحكوا عليا، لان ما فيش واحد في الدنيا عندهم ممكن ياخد رغيف 80 سنتي، وال 80 سنتي ممكن يقعد يقطع فيهم ويشرب نقطه شويه وبتاع يبقى ده. فخرجت من التجربه دي يا فندم، لان خلاص الراجل كان قال لي الرغيف ده يقعد عندك اسبوع، والبرتقال ده يقعد عندك اسبوع، وازازه السترونه دي اللي هي العصير اللي هي الليمون جوس ده تقعد اسبوع. فانا فرتكت الاثنين في يوم وقت كده، احتفظنا بالبرتقال. اخرج من هذا الكلام يا فندم، هذه المحطه، انا عاوز الشعب المصري وشباب مصر وكل الناسنا الاستهلاك الغير مألوف وغير طبيعي نغيره، ناخد اللي احنا محتاجينه. نغيره بقى ازاي؟ حضرتك غيرت الاستهلاك اللي خرجت بيه من مصر للمعسكر ازاي؟ المعسكر يا فندم، ازاي يا فندم؟ لان حضرتك انا اما بصيت في خلال ساعات او وقت صغير جدا، وتاني يوم الصبح رحت المصنع يوم الاثنين الصبح كان الساعه 7، وهديك حته مهمه جدا فيها، اللي انت الالمان دول احسن مني في ايه؟ طب اذا كان هم عندهم ايه؟ الالتزام، عندهم العسكريه عاليه جدا، عندهم الطابور محدش يخرج من الطابور، ثلاثه عندهم الدقه وعندهم الامانه وعندهم الصدق وما عندهمش كذب. وكان اياميها حاجه مثل اعلى ازاي الشاب بتاعه. فكان دايما المين ايشو بتاعي او التوجيه الاساسي بتاع داخل نفسي، اللي انا لازم ابقى زي الالمان ويبقى احسن من الالمان.